السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا النقل المباشر، حيث أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن هناك تخوف من عمل أمني في مزارع شبع وقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تتوجه إلى هناك. إذن هذا في أولى المعلومات التي وردت حتى الساعة. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أنه يجري الحديث كما ذكرنا عن حادث أمني خطير قد يكون وقع في مزارع شبع، وتقول بأن حجم القوات التابعة للجيش الإسرائيلي والتي جرى نقلها من جبل الشيخ إلى مزارع شبع تفيد بأن حادثا أمنيا خطيرا قد وقع هناك، وبأنه يجري التحقق من سقوط صواريخ في منطقة مزارع شبع اللبنانية المحتلة. أيضا مستوطنون يقولون بأنه أو في مستوطنة إصبع الجليل يتجولون بسيارات محصنة خوفا من تطور الأوضاع. إذا نذكر بأن هذه المشاهد هي مباشرة نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية لمنطقة مزارع شبع اللبنانية المحتلة. إذا يعني ونقلا دائما عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، فهناك توجيهات للمستوطنين في مستوطنة المطلي بالتحصن في منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب حتى صدور بيان آخر. إذا هذه المعلومات طبعا نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية التي تتحدث عن أنه هناك عمل أمني كبير وقع في مزارع شبع. ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، ماذا في تفاصيل هذا الخبر نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية؟ قطع التلفزيون الإسرائيلي بثه وخرج في بث مباشر في إطار أن هناك أصوات انفجارات في منطقة هاردوف المطلة على الحدود اللبنانية مباشرة، وهرعت قوات إسرائيلية كبيرة إلى المكان، ثم تباعا طلب من جميع سكان المنطقة هناك بالتحصن في منازلهم وعدم الخروج. هناك من يتحدث عن أن سيارة عسكرية إسرائيلية أصيبت بقذيفة من جانب لبنان وأن هذه الإصابة يتم التعتيم عليها. أريد أن أوضح بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت الحديث عن تفاصيل السيارة. لا نعرف هل صاروخ أصابها أم إطلاق نار من رشاشات متوسطة، أم أن هناك سيارة الجيب الإسرائيلية كان فيها جنود، ماذا جرى في الجنود؟ يتم التعتيم على الموضوع، لكن اكتفى المحللون العسكريون في القناة الثانية على رأسهم المحلل العسكري روني دانييل بالقول بأنه حادث خطير. القوات الإسرائيلية كانت من قبل قامت بمحاولة لفحص إذا كان هناك أنفاق أم لا. بدأوا يتحدثون عن حرب استنزاف وأن هذه الطريقة هي التي اعتمدت الآن في فتح جبهتين الجولان وحدود لبنان. الموضوع مستمر والبث المباشر مستمر كما ألاحظ الآن مباشرة. يطلب يصل على الهواتف الإسرائيلية بأن يطلب من جميع السكان المستوطنات أن يختبئوا في منازلهم إلى حين إشعار آخر. هذه رسالة SMS وصلت باللغة العبرية لجميع الهواتف الإسرائيلية وخصوصا سكان منطقة المطلة. نعم. إذا أيضا في خبر عاجل ورد الآن ناصر بأن هناك جرحى واحتراق سيارتين على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك بعد سقوط صواريخ من الجانب اللبناني. هذا بحسب معلومات حتى الساعة. طيب، الإعلام الإسرائيلي أيضا إضافة إلى هذه المعلومات عن ماذا يتحدث ناصر؟ يتحدث عن قضيتين. يبدو أن الإسرائيليين حاولوا إخافة المقاومة اللبنانية عن طريق المبالغة في الرد الليلة الماضية وفجر اليوم، بالإضافة إلى قصف الأراضي السورية بعشرين قذيفة مدفعية في ساعات الظهر، تم الغارة على منطقة اللواء 90 للجيش السوري كما تقول إسرائيل، وأن هذا المقصود منه إرسال إشارات إلى الرئيس الأسد وإلى الدولة السورية بأن سوريا ستدفع الثمن. لكن
لم يتهيأوا أبدا، ولم يكن هناك أي حديث عن الحدود اللبنانية، كان الحديث عن جبهة الجولان. التلفزيون الإسرائيلي يتحدث عن حادث خطير، حادث خطير بمعنى أنه عادة يستخدمون كلمة خطير حين يكون هناك جنود. كما قلت، هذه معلومات أولية مستقاة مما يسمح للمحللين العسكريين والمراسلين العسكريين الذين هم يعرفون أكثر بكثير من المحللين العسكريين. المراسلين العسكريين يكونون مع القوات على الحدود، يعرفون كثيرا. الصحف الإسرائيلية كتبت عناوين تصعيد في الشمال، وطلب من الجميع التجهز لحالة استنفار، وهب جميع المراسلين العسكريون إلى المنطقة. القول بأن هذه البداية صعب لأنها ليست البداية، والقول بأن هذه الحادثة هي النهاية أيضا صعب. الجميع يتوقع بأنه ليس هذا رد حزب الله. في إسرائيل يحاولون إخافة وتهديد المنطقة كلها، التلويح بحرب جديدة، لكن الأمور تتدحرج إلى شكل جديد لم نشهده من قبل بهذه الطريقة. طيب ناصر، ابقى معنا. ننتقل الآن إلى مراسلنا من على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مراسلنا علي هاشم. مراسلنا علي، أنت قريب إلى تلك المنطقة، إلى مزارع شبع المحتلة، لعلك تستطيع أن ترصد المشهد من هناك. حدثنا عن تفاصيل إضافية، كيف هو المشهد لديك؟ دينا، يعني نحن نحاول التوجه إلى النقطة التي يقال بأنها وقعت فيها عملية أو حصل فيها قصف. على كل الأحوال، يعني المعلومات المتوفرة حتى اللحظة من خلال المصادر أن يعني هناك سقوط لقذائف أو صواريخ من الجانب اللبناني على هدف داخل فلسطين المحتلة. بحسب بعض الحسابات التويتر التابعة لصحفيين على الحدود، صحفيين إسرائيليين، هناك معلومة تقول بأن سيارتين قد تعرضتا للاحتراق بسبب سقوط هذه الصواريخ أو القذائف. وهناك معلومة أخرى بأن إحدى هاتين السيارتين قد تعرضت لصاروخ مضاد للدروع. طبعا نحن لا نستطيع تخمين أي من هذه المعلومات، لكن المؤكد أن سيارتين إسرائيليتين حتى اللحظة قد تعرضتا بسبب سقوط قذائف هاون، صاروخ مضاد للدروع، أي كان، على الجانب على فلسطين المحتلة. المعلومات تشير حتى اللحظة عن وجود 3 جرحى، وأن الجيش الإسرائيلي توجه إلى المكان وطلب من سكان المناطق المحاذية للحدود مع لبنان البقاء في الملاجئ أو في منازلهم حتى يعني صدور أي بيان آخر. هذا هو الجو بشكل عام. طبعا الأجواء الآن تتحول إلى أكثر يعني استنفارا على الحدود. ربما المشهد نستطيع رصده مع الوقت، باعتبار أن الأمور يعني تتطور شيئا فشيء في هذا الإطار، لكن على الجانب اللبناني ليس هناك شيء حتى اللحظة. على الجانب اللبناني ليس هناك شيء، الأمور تسير على ما هي عليه، الحركة طبيعية. أما على الجانب الإسرائيلي ففعلا يعني كما كنا قد نقلنا لكم منذ الصباح، مسألة التحسب جارية منذ أيام. يعني إذا ما ربما الصور التي سنرسلها لاحقا من منطقة الحدود اللبنانية الفلسطينية ستظهر أن القسم الإسرائيلي من الحدود خال بشكل كامل، ليس هناك أي تحرك لسيارات، حتى السيارات العسكرية الإسرائيلية تبدو أنها تتحرك، إذا تحركت طبعا بكثير من الحذر. هذا الأمر مرده إلى التحسب لأي عمل. الجميع يعني هنا بطبيعة الحال يتحسب لربط حزب الله على عملية القنيطرة، وبطبيعة الحال الإسرائيلي يعلم بأن حزب الله قد يخرج من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، ولذلك فهو يحاول أن يأخذ إجراءات على كامل الحدود بحيث أنه يعني يقلل قدر الإمكان إمكانية حصول أي نوع من يعني الخرق إذا صح التعبير. طبعا الإسرائيلي ربما يعلم بأن الحدود اللبنانية كما هي الحدود السورية أصبحت جبهة واحدة بشكل عام. هذه الجبهة اليوم يعني يتحسب منها لهذا الرد الذي ينتظره منذ أيام، 7 أيام أو 8 أيام منذ حصول عملية القنيطرة، والوضع بالنسبة للجانب الإسرائيلي مختلف تماما عما كان عليه ما قبل. عملية القنيطرة. طيب علي، ابقى معنا، سنعود إلى ناصر الرحام. ناصر، لديك تفاصيل إضافية وأخبار جديدة، تفضل. نعم، يصلني أنباء أولية، وأقول دينا أنباء أولية.
عما حدث. لا أريد أن أقول 4 قتلى جنود إسرائيليين، لكن بكل تواضع أقول مما يصلني باللغة العبرية الآن، تم تفجير عبوة جانبية بجانب سيارتين عسكريتين دوريتين في منطقة هاردوف. وقعت إصابات بين صفوف الجيش الإسرائيلي على الفور، أحدهم قتل فورا. الحديث عن 4 إصابات أو 4 قتلى وأقول أنباء أولية. بعد الانفجار وقبل أن تصل قوات الإسعاف الإسرائيلية، تم إطلاق قذائف هاون على نفس المنطقة التي تم فيها التفجير. نعم. على الفور تم التعامل معها بأنها عملية مزدوجة، تفجير العبوة الناسفة بجانب الدوريتين. هناك الآن النقطة الثالثة، هناك الآن خشية عند الأمن الإسرائيلي بأنه خلية قد تكون، وهذه ظنون إسرائيلية استخبارية، خشية من أن يكون هنالك خلية قطعت الحدود ودخلت، إذ يريدون الفحص إذا كان هذه العملية بدرجة ثالثة وليس فقط درجتين. لا. التقدير بأنه كانت هذه محاولة لخطف جنود إسرائيليين، هذا مصدر عسكري إسرائيلي يتحدث للمراسلين العسكريين الإسرائيليين. نعم دي. ناصر، بكل أحوال يعني قناة العاشرة أيضا تقول بأن هناك إمكانية عن اختطاف أحد الجنود الإسرائيليين. سأعيد ما ذكرت ناصر بأن السيناريو المطروح حتى الساعة من قبل وسائل إعلام إسرائيلية بأنه جرى تفجير عبوة بجانب آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور حتى الساعة. هناك أنباء عن جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، هناك أنباء تتحدث عن سقوط قتيل أيضا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقبل أن تهرع يعني المساعدات الطبية الإسعاف إلى المكان جرى تفجير عبوة أخرى بحسب ما ذكرت. تتحدث عن أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن سيناريو لاختطاف أحد الجنود الإسرائيليين. ناصر، هل من الممكن إضافة شيء على هذه التفاصيل؟ نعم دينا، نعم، كما قلت لضرورة المهنة ولأننا في حدث مهم وخطير، إذا أردنا أن نعتمد ما نسمعه على الجهاز اللاسلكي الإسرائيلي، في بعض أجهزة اللاسلكي الإسرائيلي يتحدثون عن 4 سقطوا. ما معنى سقطوا؟ هل هم جرحى أم هم قتلى؟ لا أستطيع التأكيد، لكن بعض أجهزة اللاسلكي العسكرية الإسرائيلية تتحدث 4 سقطوا. تعرض دوريتين إسرائيليتين لتفجير عبوة ناسفة كبيرة، ثم قذائف هاون فوقهم. الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقوم بعدد وإحصاء عدد الجنود الذين يخدمون هناك على الحدود، خشية من فقدان بعضهم. وهذه هي محاولة فحص إذا كانت هذه عملية تمويهية لدخول خلية واختطاف جنود إسرائيليين. شاهدنا التوتر على جبهة الجولان، لكن هل هذه عملية من حزب الله أم لا؟ هناك الآن الاستنفار كبير وقوي والمعلومات تتدحرج بسرعة. العملية إذا بالسيناريو الإسرائيلي قد يكون هذا من بنات أفكارهم، لكن بالسيناريو الإسرائيلي المعروض الآن وكما قلنا ما نسمعه على أجهزة اللاسلكي باللغة العبرية 4 سقطوا، لكن قد تكون عملية أكبر من هذا. نعم ناصر. طيب ناصر، يعني نشاهد دخان في الصورة، لعله قصف على تلك المناطق، ربما يستطيع أن يفيدنا. قصف الإسرائيلي الآن. الآن المدفعية الإسرائيلية تقوم بقصف بعض المناطق اللبنانية على الأقل لاستعادة وعيها وإدراكها. طيب ناصر، ابقى معنا. المشهد بشكل مفصل من الجنوب اللبناني يطلعنا عليه مراسلنا علي مرتضى من بلدة رامية الجنوبية الحدودية أيضا مع فلسطين المحتلة. علي، المشهد لديك كيف هو؟ تفضل. نعم دينا، نحن الآن في قرية رامية على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. هذه القرية في قضاء بنت جبيل والقريبة من قرية مروحين. على أثر العملية التي تم الإعلان عنها إسرائيليا على الأقل في مزارع شبعة، شهدنا هنا استنفارا كبيرا للقوات الدولية التي تجوب كل الحدود بشكل مكثف. يعني كنا نشهد كل 15 دقيقة أو 20 دقيقة دورية للقوات الدولية، الآن هناك دوريات متتالية لهذه القوات. كما ترين
خلفي فإن الحدود تقريبا يعني خالية من الناحية الإسرائيلية، لا تواجد لأي عسكري إسرائيلي. الاستفار الأمني يبدو أنه إلى الداخل، يعني هذه الحدود، هنا لدينا مساكن ضباط الإسرائيليين مقابلة لهذه الحدود، مقابل هذه القرية. وأيضا يعني بالمبدأ لا يوجد أي دليل على أي استنفار أمني بالعين المجردة في هذه المنطقة، إلا أنه يمكن الاستنتاج بأن الاستنفار كبير، خاصة كما ترين فلا تواجد لأي عسكري على هذه الحدود. كنا قد قلنا قبل في الرسالة السابقة عن مستوطنة زرعيت، حيث قام الجيش الإسرائيلي بدأ بأعمال حفر لكي يتأكد من وجود أنفاق، كانت هناك هواجس للمستوطنين عن هذه الأنفاق في المستوطنة. سمعنا إلى هنا ربما الأصوات عن أصوات الحفر التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، لكن لم نستطع أن نرصدها بالكاميرا بشكل عام. الحدود هنا في هذه القرية، والتي تعتبر يعني من القطاع الشرقي القطاع الغربي للجنوب اللبناني، بمعنى أننا نحن بعيدون قليلا عن مزارع شبعة وعن منطقة الاشتباك ربما، أو منطقة العملية التي أذيع عنها إسرائيليا. آخر الأخبار عن هذه العملية بحسب ما وصلتنا، بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي رد بالقصف على مناطق في الجنوب اللبناني، ولكن نعم يعني بالمبدأ هنا في هذه النقطة من الحدود لا يوجد أي استنفار بالعين المجرد. نعم. طيب علي، نحن نتابع ونقلا دائما عن وسائل الإعلام الإسرائيلية والتلفزيونات الإسرائيلية بأن هناك دخان على الجانب اللبناني، يعني هناك قصف مدفعي كما ذكر منذ قليل مراسلنا، ذكر بأن هناك قصف على منطقة فرشوبة اللبنانية، وذلك كرد ربما أولي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على عملية تقول وسائل الإعلام الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم تنفيذها. إذن هناك تأكيد من الجيش الإسرائيلي وأعلن رسميا بأن هناك مركبة عسكرية أصيبت بصاروخ مضاد للدبابات قرب الحدود مع لبنان. أيضا بحسب ما نرى أسفل الشاشة بأن هناك توجيهات للمستوطنين في المطلي وأصبع الجليل والمستوطنات القريبة بتحصن في منازلهم. أيضا هناك معلومات نقلا على القناة العاشرة الإسرائيلية بأن هناك سيناريو لحادث اختطاف أحد الجنود الإسرائيليين. بحسب ما ذكر مدير مكتب الميادين في فلسطين، وسائل الإعلام الإسرائيلية تتناقل عن أن هناك عدد من الجرحى، هناك بين هؤلاء الجرحى حديث عن قتيل من جيش الاحتلال الإسرائيلي. ناصر، نعود إليك بالسؤال. ذكرت بأن يعني خلال أسبوع يعني منذ تنفيذ عمليات القنيطرة واستشهاد 6 عناصر من حزب الله إضافة إلى قائد في الحرس الثوري الإيراني، المحللون أيضا ربما على المستوى العسكري داخل في إسرائيل يتحدثون عن سيناريوهات محتملة لكيفية رد حزب الله. هل هذا السيناريو متوقع لكيفية رد حزب الله على هذه العملية؟ أولا دينا، أنت الآن صورتك مباشر على القناة العاشرة، القناة العاشرة الإسرائيلية تقوم بنقل البث الموجب، أنا أشاهدك على القناة العاشرة الآن. ثانيا، هذه حرب على الهواء مباشرة، أو على الأقل حرب استنزاف على الهواء مباشرة، نحن نشاهد البث المباشر ونرى كل شيء، وبالتالي إمكانية التخمين وإمكانية الظنون قليلة. نحن نرى ونشاهد تحركات الدبابات الإسرائيلية. لو سألتني كمراسل وأشاهد الميدان، أقول لك بأن إسرائيل كل ما فعلته في الأيام الثمانية الماضية لم تكن تريد هذه الحرب. إذا تسأليني تورطت بها أم لا، ربما هناك جهات في إسرائيل تقول بأن إسرائيل أخطأت، وكما كتب بعض الكتاب على الصفحة الأولى، لعبت ببرميل البارود وألقت عود ثقاب في برميل البارود، وهي لم تكن تعرف على الأقل محاولة إخافة حزب الله وإخافة سوريا لم تجدي نفعا. ما تشهده إسرائيل الآن على الحدود هذا آخر ما كان يريده نتنياهو، وهو تورط في حربين، في حرب الأيام السبعة مع غزة، وبعدها الحرب الأخيرة في الصيف تورط فيها فعلا، وخرج بتحقيقات كثيرة وفضائح كثيرة ولم يحقق أي إنجازات عسكرية. الآن
إسرائيل على الهواء مباشرة تقوم ببث الأحداث سواء من الجولان، نعم، جبل الشيخ إلى هردوف إلى حدود لبنان. نعم. السؤال الآن دينا، كما يناقشه المحللون العسكريون على الهواء الآن، إسرائيل تدرس هل تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية أم تحمل حزب الله؟ هناك تيار دافق في إسرائيل يقول بأنه أفضل شيء، وخصوصا في وضع إسرائيل في القانون الدولي الآن، تحميل الدول المسؤولية، وبالتالي تحميل سوريا الرئيس الأسد، تحميل الحكومة اللبنانية ولبنان المسؤولية، أفضل من أن تتورط إسرائيل مع منظمة حزب الله كمنظمة وليست كدولة. السيناريوهات لغاية الآن بانتظار الرقيب العسكري ماذا يسمح لي بنشر عن نتائج، لكن من المؤكد على الأقل تدمير مركبة عسكرية إسرائيلية حدودية، نعم، رغم أنها جميعها مصفحة. الآن الخسائر، أنا من مصادري أقول على الأقل قتيل واحد، هناك أربعة كانوا بالسيارة تعرضوا للإصابات، نعم، من منهم نجا، من منهم فقد، لا أحد يعرف، نحن بانتظار الدقائق والساعات القادمة لتبيان ذلك. من جهتها هناك إسرائيل اهتمام أيضا بمحطات البث العربية لنقل ماذا يحدث في لبنان، نعم، وخصوصا الدخان المتصاعد من جهة لبنان في إشارة القصف المدفعي التلقائي الأوتوماتيكي، إلى حين تدرس إسرائيل تقدير الموقف من جديد دينا. نعم. طيب ناصر، أيضا نقلا عن مصدر أمني لبناني بأن هناك سقوط لثمانية قذائف حتى اللحظة في المنطقة اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة، إذا سقوط ثمانية قذائف بحسب مصدر أمني حتى اللحظة في المنطقة الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة. والآن ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل غسان بن جدل لموافاتنا بتفاصيل إضافية وأخبار جديدة حول هذا الحادث. تفضل سيد غسان. أنا ما أستطيع أن أؤكده لك دينا أن العملية هي عملية أمنية كبيرة بالفعل في داخل مزارع شبع المحتلة، وأستطيع أن أؤكد الآن رسميا بأن حزب الله هو الذي استهدف قافلة كبيرة من الآليات الإسرائيلية في داخل مزارع شبعة. نعم. لقد تم تدمير جميع هذه الآليات، ومصادرنا تتحدث عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الضباط والجنود الإسرائيليين. نعم. ربما نستطيع أن نجازف بالقول هناك ما لا يقل عن 15 قتيلا من الجنود الإسرائيليين وعدد أكبر من الجرحى. نعم. بقطع النظر عما ستقوله إسرائيل. نعم. بقطع النظر عما ستسمح به الرقابة العسكرية، بقطع النظر عما سنسمعه داخل بين وسائل الإعلام الإسرائيلية، أؤكد لك بأن هذه العملية هي عملية لحزب الله، نعم، وهي عملية أمنية عسكرية معقدة بالفعل، لا نستطيع أن نتحدث عن تفاصيلها، فهذه من شأن حزب الله. ربما نتوقع وننتظر إعلانا رسميا من قبل حزب الله في هذه المسألة، لست متأكد من هذا الأمر، ولكن طالما أننا نؤكد أنه استهداف من حزب الله لهذه القافلة الإسرائيلية وليست لمركبة إسرائيلية كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، فهذا يعني أننا نتوقع إعلانا رسميا من قبل حزب الله. السؤال الآن، هل هو هذا رد حزب الله على الغارة العدوانية التي استهدفت سيارتيه في الجولان؟ لسنا ندري بالفعل، هذا أمر يخص حزب الله، ولكننا نستطيع أن نقول هذا ما نستطيع أن نعلنه الآن رسميا، بأن هذه العملية هي عملية أمنية عسكرية كبرى بقطع النظر عما سيقوله الإسرائيليون، وأن حزب الله هو الذي وراء هذه العملية. ربما يكون هذا جزء من رد حزب الله. قد يتلقى الإسرائيليون عددا كبيرا وأكبر ومتتاليا ومتراكما من العمليات من هذه الطريقة وبهذه الشاكلة وغيرها، هذا في برسم الأيام المقبلة. نعم. إذن كانت هذه معلومات خاصة للميادين. بحسب ما ذكر الزميل غسان بن جدو، فإن هذه العملية هي عملية أمنية عسكرية معقدة جرت داخل الأراضي المحتلة. حزب الله هو من استهدف قافلة كبيرة من الآليات العسكرية داخل الأراضي المحتلة. يجري الحديث عن عدد كبير من القتلى والجرحى من الضباط والجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك معلومات تتحدث عن أن العدد هو 15 قتيلا وعشرات الجرحى في هذا الاستهداف. إذن نذكر بأن هذه معلومات خاصة بالميادين نقلها الزميل غسان
بنجد نقلا عن مصادر. إذن وبحسب ما ذكر الزميل غسان بن جدو فإنه تم تدمير جميع الآليات العسكرية في هذه القافلة العسكرية الكبيرة التي نفذها حزب الله بحسب الزميل غسان بن جدو داخل الأراضي المحتلة. إذن وسائل إعلام إسرائيلية تصف ما حدث بالحادث الصعب. طيب ناصر، كنت ذكرت منذ قليل بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتابع الميادين، الآن وبعد إعلان هذه الأخبار وهذه المعلومات الخاصة بالميادين، ماذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ذلك؟ وسائل الإعلام الإسرائيلية تتابع، نقلت فورا بأن مصادر لبنانية تتحدث عن 8 قتلى على الأقل، مع الإشارة أن المراسلين العسكريين يبدو أخذوا الإذن لخطورة الموضوع بالخروج على الهواء، بدأت تغطية المراسلين العسكريين. كما قلت معلوماتهم عادة تكون في هذه اللحظات أهم من المحللين العسكريين. المحلل العسكري الإسرائيلي يتراجع، المراسل العسكري يتقدم. الآن البث مباشر على الهواء من منطقة كفر شوبة. الموضوع الأساسي دينا، الموضوع الأساسي المفصلي في الموضوع الذي لا أستطيع أنا كمراسل الآن أن أجيب عليه، هل هناك جندي إسرائيلي مفقود أم لا؟ يتم متابعة، إذا كان هناك جرحى أو قتلى لا مشكلة على الأقل عند الإسرائيليين، لكن فقدان جندي هو الموضوع الأساسي. أنا لا من مصادري لا أستطيع أن أجيب عليه في الحقيقة، العديد من المصادر، لكن لا مجال، لأنه هذا فقط يمكن أن تقره إما المقاومة وإما الجيش الإسرائيلي، ولا يوجد طرف ثالث. إما المقاومة تقول في أيدينا جندي، وإما الجيش الإسرائيلي أن يقول فقدنا جندي. وهذا موضوع لا يستطيع أي صحفي أن يتنبأ من عنده في هذا الموضوع. على الأقل الآن التغطية الإسرائيلية حول القصف لمنطقة لبنان، وهناك اعتراف بأنه مضاد للدروع أصاب سيارة إسرائيلية عسكرية، هناك حادث أمني خطير، هذا هو ما هو يسمح به التسنزورة أو الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالبث. بودي الإشارة إلى موضوع قد يكون مهم للأساتذة والمحللين، هناك وجهة نظر سياسية، تحدثنا مع سياسيين فلسطينيين كبار تابعوا الموضوع بشكل كبير جدا وتدهور الأوضاع الأمنية في الجولان المحتل وفي على الحدود اللبنانية، يؤكدون أن هناك اتصالات عربية كبيرة تؤكد للولايات المتحدة الأمريكية وبطريقة غير مباشرة لإسرائيل بأن المنطقة لا تتحمل حرب أخرى. أقول بأن هناك اتصالات ودول لها قيمة ووزن، دول عربية تؤكد وتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بأن المنطقة لم تعد تتحمل حرب أخرى، وبالتالي حصر الموضوع في العدوان الإسرائيلي ورد المقاومة عليه، وهنا تقف الأمور. أما تدهور الموضوع إلى أكثر من هذا فإن هذا سيجر إلى عواقب يمكن أن نعرف أولها لكن لا نعرف آخرها، وخصوصا مع إصرار المقاومة ومع إصرار إيران بأن عدوان القنيطرة كان لابد من صفعة لإسرائيل ضده حتى يفهم نتنياهو أن الأمور ليست مفلوتة على غربها. نعم. طيب ناصر، أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أنه لا رد رسمي إسرائيلي حتى الآن على ما حصل في شمال الأراضي المحتلة صباحا صباح هذا اليوم، لكن ناصر تتحدث عن أن هناك اتصالات عربية بالولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن عدم إمكانية أو المنطقة لا تحتمل الآن حربا جديدة، هل هذه الاتصالات جرت بعد هذه العملية التي جرت صباحا اليوم في القنيطرة والتي بات من شبه المؤكد بأن حزب الله نفذ هذه العملية لا لا لا، الحديث كان عن ساعة متأخرة من الليلة الماضية حينما قامت إسرائيل بعد منتصف الليل بقصف مناطق سورية، خصوصا مقرات اللواء 90 الجيش السوري. كان هناك بين قوسين غضب عربي من بعض الدول، أريد أن أتأكد من أسمائها أولا، وكان هناك ضغوطات شديدة جدا باللهجة مع إسرائيل بأن المنطقة لا تتحمل حرب أخرى ولا تتحمل لاجئين آخرين ولا تتحمل تعقيدات أخرى، وفي هذا الإطار أن تضبط إسرائيل جنونها في هذا الموضوع وعدم استعراض عضلاتها في المنطقة. أما فيما يتعلق بطريقة رد حزب الله، يبدو لي
هناك ايضا اعتراف اسرائيلي الان في خبر عاجل يصلني، هناك قذيفه هاون اصابت قريه الغجر. لا اعرف اي قسم من قريه الغجر، لكن قذيفه هاون سقطت هناك. اريد ان اقول بانه رد حزب الله ناصر تعقيبا على الخبر الذي ذكرت نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، فهذا الصاروخ سقط في قرية الغجر وأصاب أحد المنازل، والجيش الإسرائيلي طلب عدم الاقتراب من الحقول. إذا هذا الصاروخ الذي سقط في قرية الغجر أصاب أحد المنازل الإسرائيلية طبعا، والجيش الإسرائيلي طلب عدم الاقتراب من الحقول. نعم ناصر. نعم كنت أتحدث بأنه من هنا كيف نرى الأمور، يبدو حزب الله برده كان موضعي حدودي. كان اختار بمبدا ان يكون الرد في عمليه على الحدود، في القنيطره بعمليه على الحدود، راعى فيها قضايا كثيره. من وجهه نظري هنا ارى بانه اولا لم يقم بتنفيذ الرد من الاراضي السوريه حتى لا يتم توريط سوريا في تعقيدات اخرى. اثنين اختارها على الحدود حتى لا تندلع حرب. ثلاث الرد على الرد بنفس المقياس وبنفس الوزن وبنفس الاتجاه. وبالتالي الآن حزب الله يعيد الكرة إلى يد إسرائيل. كان الجميع سواء على الفيسبوك وتويتر وعلى جميع المحللين أن يتساءلوا هل حزب الله سيرد أم لا، وبعضهم كان يتحدث بسخرية. هذا رد عاد فورا الكرة ليد إسرائيل والجيش الإسرائيلي. الآن ليس السؤال موجه لحزب الله ولا موجه لسوريا ولا موجه للمقاومة الفلسطينية، الآن السؤال موجه لإسرائيل كف بكف ووحدة بوحدة بهذا المنطق. على هذا الصعيد، هل تريد إسرائيل حرب أم لا؟ الآن الكرة في الملعب الإسرائيلي. طيب ناصر ابقى معنا، هناك أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يغلق الطرق من كريات شمونة باتجاه الشمال والغرب بسبب الوضع الأمني. طيب قبل أن نذهب إلى مراسلنا في الجنوب تحديدا في بلدة راميا الجنوبية علي مرتضى، سنعيد ما ذكره الزميل غسان بن جدو حول المعلومات الخاصة بالميادين حول هذه العملية. يقول الزميل غسان بن جدو بأن هذه عملية أمنية صعبة ومعقدة، وبأن حزب الله هو من استهدف قافلة كبيرة من الآليات العسكرية داخل الأراضي المحتلة. ويتحدث الزميل غسان بن جدو بأن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى من الضباط والجنود سقطوا خلال هذه العملية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك معلومات تتحدث عن 15 قتيلا بين ضباط وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، طبعا إضافة إلى عشرات الجرحى. هذه معلومات خاصة بالميادين. علي الوضع لديك الآن كيف هي؟ من خلفك تظهر الأراضي المحتلة، كيف هو الوضع هناك؟ نعم دينا، يعني من الواضح بأن ما نقله الزميل غسان بن جدو انعكس كثيرا هنا في هذه المنطقة، لأننا بصراحة شاهدنا وكأن أصبحت الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وكأنه لا يوجد أحد على هذه الحدود من الجهة الإسرائيلية. يعني حتى المواقع المتقدمة للجيش الإسرائيلي والتي كانت ربما تمر فيها سيارات عسكرية، سيارات يعني تمر بداخل هذه المواقع، أخليت هذه المواقع تماما، لا أثر لأي جندي إسرائيلي على طول الحدود الإسرائيلية أو على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. حتى أنه في مستوطنة زرعيت والتي كان في الصباح الباكر حسب ما نقلنا بأنه كان هناك أعمال حفر للجيش الإسرائيلي لاكتشاف بحسب ما زعموا أنفاق لحزب الله، حتى هذه المستوطنة لم يعد هناك أثر فيها لأي أحد المستوطنين، حتى يبدو أن حتى المستوطنين يعني سكان هذه المستوطنات أخلوها باتجاه الداخل الإسرائيلي بعيدا عن الحدود، لتبدو هذه الحدود وكأنها صحراء، لا يوجد لا تواجد أبدا لأي قوات عسكرية إسرائيلية. كذلك تجدر الإشارة بأنه حتى دوريات اليونيفل على الحدود من الجهة اللبنانية قلت كثيرا، لم نعد نشهد هذه الكثافة، مما يبدو بأن يعني هناك حالة من التخوف والترقب الكبيرة لدى المستوطنين ولدى الجيش الإسرائيلي، الذي كما قلت يعني أعد وأذكر لأهمية المعلومة بأنه لا يوجد أي عسكري إسرائيلي في المواقع المتقدمة الموجودة على الحدود، وكأنهم أخلوا هذه المواقع وانكفأوا إلى الداخل. تجد الإشارة بأن الجيش اللبناني أيضا في حالة استنفار في هذه المنطقة، وقد وصلتنا معلومات من مصادر للميادين بأن الجيش استنفر في منطقة
الغجر بالقرب من يعني قبل قليل سقطت قذيفة هناك. يبدو أن الجيش اللبناني استنفر في تلك المنطقة وانتشرت وحداته هناك. كما قلت لك فإن الحدود يعني يبدو أن الترقب سيد الموقف وأن الإسرائيليين يراقبون هذه الحدود، لأنه لم يحسم بعد ما إذا كان هذا الرد هو رد حزب الله أم أن حزب الله سوف يرد في مكان آخر أو يضرب في مكان آخر. لذلك فإن الإسرائيلي متحسب، وخاصة في الجهة الغربية كما قلنا في القسم الغربي من الجنوب اللبناني. يبدو أن الحدود يعني أفضل وصف للحدود بأن أصبحت خالية تماما من أي تواجد عسكري أو مدني إسرائيلي. نعم علي، إذن أيضا في معلومات وردت منذ قليل بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إجلاء جرحى في منطقة تنفيذ العملية، وتقول بأن جراح هؤلاء الجنود غير خطيرة. طبعا ذلك بحسب وصف وسائل الإعلام الإسرائيلية. أيضا الجيش الإسرائيلي ينفي سقوط أي من عناصره في الأسر. أيضا نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن رئيس هيئة الأركان العامة بني غانتس يجري تقديرا للوضع في هذه الأثناء. مراسلنا علي مرتضى من بلدة رامية الجنوبية المحاذية للحدود اللبنانية تحدث عن استنفار أيضا على الجانب اللبناني من قبل الجيش اللبناني، وذلك بعد سقوط قذيفة في قرية الغجر على أحد المنازل الإسرائيلية. تفضل علي. نعم، هناك أيضا ربما لابد من الإشارة بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت بأن حزب الله أعلن مسؤوليته عن العملية، وهذا الأمر لم يتم حتى الآن، وربما اتخذ هذا الكلام من ما أعلنه الزميل غسان بن جدو عن موضوع العملية الكبيرة التي تمت في مزارع شبعة. ولكن يعني لابد من التدقيق في هذا الموضوع، أن حزب الله رسميا لم يعلن مسؤوليته بعد عن هذه العملية، يعني لابد من التأكيد على هذا الموضوع. نعم تجد الإشارة أيضا دينا يعني ليس فقط المستوطنات التي أخليت، هناك معامل هنا على الحدود الفلسطينية المحتلة، معامل إسرائيلية للتفاح والحمضيات. هذه المعامل أيضا الآن شاهدنا خروج بعض السيارات منها، وكأنها عملية إخلاء يعني منظمة يقوم بها مستوطنو الشمال الإسرائيلي. نعم طيب علي، ننوه لأنه في هذه الأثناء هناك كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سيدي روت. حتى اللحظة لم يتطرق إلى أي شيء متعلق بهذه العملية، وهذا أمر مستغرب. إذن سأعيد ما ذكرت علي بأنه جرى إخلاء كافة الأماكن والمنازل والمعامل والنقاط العسكرية التي الموجودة في الأراضي المحتلة وعلى تخوم الأراضي اللبنانية. طبعا الحدود بين فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني. إذن الجيش الإسرائيلي يغلق الطرق من كريات شمونة باتجاه الشمال والغرب، وذلك بسبب الوضع الأمني.